السلام عليكم. هات كمان واحدة يا باشا، واحدة تمام. اتفضل. بس على فكرة في ناس قالت لي انها خدت لين ب 15، بس مش من هنا عشان اكون صريح معاك. انتوا نزلتوه كام بقى بتقول؟ تخين. عارف. تمام ماشي يا باشا، عارفها يا باشا. ماشي مش سامع عليك. عندنا لها سبل وطرق متبعة للتوزيع. إذا الصيدلي أساء هذه الطرق فإحنا بدورنا فنقابل الصيدلة. هدفها الأول صحة المريض المصري والمحافظة على شباب مصر من الانحراف. دورنا إن إحنا بنوقفه عن ممارسة المهنة وتحويله للجنة التأديب ومنع كل الخدمات النقابية عنه. ولكن لو بصينا بقى، إذا حبينا نعالج المشكلة لازم نوصل لجذور المشكلة. إزاي الأدوية دي بتخش البلد عن طريق غير شرعي؟ لان الطريق الشرعي عمره ما بيتيح وجود هذه الكميات من الادويه. منافذ الدخول، ادي اول حاجه. الحته الثانيه منافذ التوزيع. الادويه المخدره دي بتتباع في الكشاك وبتتباع في القهاوي وبتتباع في الشوارع بين البلطجيه، بتتداول بين البلطجيه وتجار المخدرات. فاحنا مش عايزين نسيب الدنيا كلها ونحصرها في صيدلي لكل 5 أو 10 آلاف صيدلي بيتاجر في الادويه المخدره. دوت احنا بناخد عليه علامه بحضرتك وبنبقى عارفينه وبنجيبه وبنبعت له احنا اللي بنساعد تفتيش الصيدلي ومباحث المخدرات في القبض عليه ونوصل معاه ان احنا بنوقفه عن ممارسه المهنه. الادويه مسعره جبريه. ولما انت بتاخدها من الاجزخانه بتاخدها بنفس السعر الجبري. لان عمرنا ما سمعنا ان صيدلي بيبيع دواء اكتر من سعره الجبري في اي حاجه. والادويه ديت هي جزء من الادويه اللي بتتباع في الصيدليات. فلما بتصرف بالطريق السليم بتسعر بنفس السعر الجبري. اما الانحرافات اللي موجوده في السوق السوداء لبيع هذه الادويه، اعتقد ان الصيدله بحضرتك بريئه منها. طب يا دكتور احنا عايزين نوصل ازاي؟ انتوا عرفت ان انتوا مقننين اوضاع الادويه اللي بتنزل على عدد. طب الكميات ازاي ده المهوله اللي بتنزل دي بتيجي من المنافس غير الشرعيه؟ تمام. المنافس غير شرعيه. ايه نقنن اوضاع الكلام ده ازاي؟ ازاي نسيطر عليه؟ اولا السيطره على دخول هذه الادويه من الخارج. تمام. اللي كانت بتيجي عن طريق التهريب في الكونتينرز، اللي بتيجي عن طريق التهريب من المطارات، اللي بتيجي عن طريق الشنط اللي جايه من الخارج، اللي بتيجي عن طريق لازم مباحث المخدرات ومباحث التموين تشوف الاوقار اللي عندها غش للدواء اصلا والادويه المخدره ده هي. وفي ناس دلوقتي بتكبسها تحت السلم. فهي الخطوره بتيجي من هنا، الخطوره بتيجي من هنا. حارب انت المنبع ده اللي هو بيجيب الحاجات ده هي. حارب. انما بالنسبه للصيدليات انا قلت لحضرتك لو لقينا مثلا محافظه الشرقيه فيها 5000 صيدليه، لو لقينا 5 منهم مخالفين من 5000، احنا قادرين على تحجيم هؤلاء الخمسه، قادرين على ان احنا نمنعهم عن مزاوله مهنه الصيدله. ولكن انا مش عايز نسيب الاصل اللي هو بيدور ال 95% وتيجي على الخمسه المنحرفه اللي احنا قادرين بفضل الله ان احنا نوقفهم عن ممارسه المهنه واخد بالك وندور فيه. انت دور على ازاي الحاجات دي بتخش من منافذ غير شرعيه، دور عن الحاجات دي بتتداول في الاكشاك والقهاوي ووسط البلطجيه ووسط تجار المخدرات بطريقه غير شرعيه واخد بالك. هو ده المشكله. انما لا في صيدلي بيقص ولا في صيدلي بيتاجر يعني تجاره. اذا كان في قلت لك حضرتك نسبه ضعيفه 5 أو 10 صيدليات على اقصرهم في محافظه بحالها فيها من 5 ل 6 آلاف صيدليه، سخفي لكل المصريين ان الادويه المخدره ده هي حتى لو بتديك نوع من انواع
الإحساس أو الشعور بالقوة أو السعادة، أو تأكد أنها حاجة مؤقتة لمدة أسابيع أو أشهر ضعيفة قليلة، ثم بعد ذلك يحصل لك انهيار كامل في الوظائف الطبيعية اللي ربنا خلقها لك، بتسبب لك انهيار في الذهن، انهيار في الانزيمات الكبد، انهيار في وظائف الكلى، انهيار في الجهاز العصبي المركزي لانها بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي، مما هيؤدي في الاخر الى تلف هذه الاعضاء، وبالتالي مش هتقوم بوظيفتها، وبالتالي بتساعد على انهيار حيويتك وتصبح غير قادر على التعامل مع الناس، وغير قادر على اداء اليوم الطبيعي بتاعك، ودوت بيأثر على دخلك ورزقك، ودوت بيأثر على تربيتك لبيتك ولاولادك في البلد، وبالتالي هتبقى اسره محطمه في يوم من الايام. طب يا دكتور، ازاي الاهل يعرفوا ان ابنهم مدمن، او ايه الاعراض اللي بتظهر عليه؟ انت لاحظ ابنك اي تغيرات مش طبيعيه عليه، ابدا ابحث من وراء هذه التغيرات. زي ايه يا دكتور التغيرات دي؟ خمول، توهان، كسل، نوم لفترات طويله، عصبيه زايده، عاد الحيويه بتاعته فقدها، يفقد الحيويه بتاعته، كل دوت شهيته للاكل بتضعف في البلد، كل ديت بتلاحظها عليه. هذه الصيادله هي الفئه الوحيده المسؤوله عن انتشار الادويه المخدره. النسبه اللي بتمثل الصيادله في بيع الادويه المخدره لا تجاوز الواحد لكل 5000 صيدله، اي بمعنى القله القليله المنحرفه دهيت، احنا من ناحيتنا نستطيع السيطره عليها من خلال التفتيش الصيدلي، وهو بيقوم بدور فعال جدا في الموضوع دوت، بالاضافه ان احنا بنوقفه عن ممارسه المهنه وتحويله لجنه تاديب بحضرتك، لان اذا اساء استعمال المواد المخدره.